باب أبغض الأسماء إلى الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، وفي رواية لمسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة، وأخبثه وأغيضه عليه رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل. أخنع اسم أي أذله وأوضعه. أغيض رجل على الله أكثر من يغضب الله عليه.